وحول الانتخابات ينضم معنا مراسلنا مصطفى سامرئي. مرحبا بك مصطفى. يعني انطلاق عملية التصويت في الساعة 7 من صباح اليوم، كيف جرت في المركز الانتخابي المتواجد فيه؟ نعم، تحية لك والجميع المشاهدين. بالتأكيد عملية الاقتراع تسير وفق ما مخطط له من قبل مفوضية الانتخابات هنا في إقليم كردستان، والتي تشرف عليها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. العملية تسير وفق إجراءات أمنية يعني بسيطة جدا، لم تكن هناك أي قطوعات للطرق ولا حتى مداخل إقليم كردستان، وبالتالي الناخبون لا زالوا يتوافدون إلى المراكز الانتخابية، خصوصا في هذا المركز الذي نتواجد فيه. هناك إقبال بدأ يعني منذ أكثر من ساعة على هذه المراكز. العملية تسير في وفق يعني ما مخطط له من قبل مفوضية الانتخابات. في أربيل افتتحت أكثر تقريبا 500 مركز انتخابي، وفي عموم مدن إقليم كردستان أكثر من 1250 مركز انتخابي. في أربيل يتنافس تقريبا يعني أو في أربيل يتوجه من المتوقع أن يتوجه أكثر من 900 ألف مشاركة في الانتخابات البرلمانية الخاصة بإقليم كردستان. 1191 مرشح يتنافسون على 100 مقعد لبرلمان إقليم كردستان، وكذلك 30 امرأة يعني ربما تكون في مقاعد الكوتا كأقل تقدير. أيضا يعني عدد المحطات الاقتراع أكثر من 7000 محطة اقتراع افتتحت في عموم مدن إقليم كردستان. هناك توافد على الكثير من المراكز الانتخابية التي شاهدناها في مدن أربيل، وكذلك من خلال تواصلنا مع محافظات الإقليم الأخرى هناك توافد في السليمانية ودروب حتى زافو وإدارة سوران المستقلة وحتى حلبجة. الإجراءات كما ذكرنا أنها تمضي والناخبون لا زالوا يتوافدون إلى مراكز الاقتراع، وبالتالي من المتوقع أن تزداد يعني عملية إقبال الناخبين على الإدلاء بأصواتهم خلال الساعات القليلة المقبلة. إذن سوف نشهد خلال الساعات زيادة أيضا في عدد الناخبين. ذكرت هناك أيضا المراكز في أربيل والسليمانية ودوق وحلبجة، نسبة الإقبال فيها أو في أربيل أو في المحطات المتواجدة، كيف كان الإقبال في بعض هذه المحطات؟ يعني لغاية هذه اللحظة المراقبون يؤشرون أن نسبة الإقبال جيدة غاية منتصف النهار، وبالتالي من المتوقع أن تزيد عن 70 أو 80% خلال الساعات القليلة المقبلة. وأيضا هناك دعوات من جميع الشخصيات السياسية والمسؤولين المحليين في إقليم كردستان إلى سكان إقليم كردستان بضرورة إلى مراكز الاقتراع للمشاركة في هذا العرس الانتخابي الذي انطلق منذ الساعة 7 صباحا وسيغلق في الساعة 6 مساء. نعم. ايضا كان هناك يعني توقف في بعض محطات الاقتراع، وسرعان ما عالجت المفوضيه هذا التوقف، وبالتالي هناك يعني انسيابيه عاليه وسير يعني بشكل عالي جدا لضمان عمليه اقتراع الناخبين في المحطات الانتخابيه الموجوده في عموم من اقليم كردستان، والتي تراقب يعني باشراف دولي ومراقبه دوليه من كثير من المراقبين الدوليين وحتى المحليين والمنظمات الدولية الموجودة في إقليم كردستان. في هذا المركز قبل قليل يعني تجول القنصل الأمريكي في أربيل واطلع على سير العملية الانتخابية، وبالتالي أيضا هناك عدد من المنظمات الدولية تتواجد هنا وتطلع على سير العملية الانتخابية. في هذا المركز يشارك أهالي بلدة عنكاوة وقضاء عنكاوة، وهم من الأغلبية من المكون المسيحي، وهناك يعني إقبال المكونات المشاركة في انتخابات برلمان إقليم كردستان من المكون المسيحي والتركماني الذين يشاركون للتنافس على 5 من مقاعد الكوتا في أربيل والسليمانية ودوق وحلبجة. نعم مصطفى السامرئي مراسلنا من أربيل ستتواجد معنا خلال الساعات المقبلة لانطلاق هذه العملية التصويت العام، شكرا جزيلا لك.